السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد وصفة جديدة مع خديجة الأندلسي. كما كتعرفوا كاملين حنا تقريبا على أبواب عيد الفطر المبارك، وأنا فكرت باش نوجد لكم واحد الغريبة غزالة لذيذة مموية، يعني إلا درتوها غادي تبقاو ديما ديروها. ما فيهاش المقادير بزاف كما كيبان لكم، المقادير ديالها قليلة ولكن كتجي رائعة. نطوش عليكم دوز المقادير وطريقة تحضير. المقادير اللي عندي، عندي الدقيق اللي غادي يكون على حسب الخليط. عندي هنايا جوج كيسان ديال اللوز مهرمش. هاد اللوز انا قشرته وقليته في الزيت، عاد من بعد طحنته بحال هكا هرمشته، ولكن السر ديالو انني دوزته في المقلاة مع واحد المعلقة ديال الزبدة ومعلقة ديال السكر، وكديه وتجيبوه واحد جوج دقائق مثلا حتى كيولي بحال كياخذ واحد القرمشه وكيعطي واحد الريحه زوينه ديال السكر. هذا هو السر ديال هاد الغريبه، غادي كيجي رائع. المهم ما طحنوش بزاف، يعني كتخلي فيه انايا اطراف كبار بحال هكا باش يبقى باين وسط الغريبه. يعني تقدر تعوضوه بكاوكاو ولا بكاس ديال اللوز وكاس دجاجتان ولا شي حاجه بحال هكا، يعني ما غاديش يغير من الوصفه. عندي كاس الا ربع من الزيت النباتيه، كاس ديال السنيده ما عمرتوش بزاف لان مازال هاد الغريبه ديالنا غادي نفندوها في السكر كلاصي. انا عندي السكر كلاصي هنايا جانبا، حتى عندي هنايا كراميل غنديرها بنكهه الكراميل، يعني ديروا الفاني ديروا تنسموها باش ما بغيتوا، ولا حتى بالروح ديال اللوز. وانا شفت ان الكراميل كيتواتى جدا مع اللوز، داكشي علاش فضلت ندير فيها شويه ديال الكراميل ليكيد. هنايا عندي خميره ديال 16 غرام، وعندي شويه ديال الملحه. عندي هنايا الزبده، عندي هذه كانت في الثلاجه خصها تكون بحراره المطبخ، انا كانت عندي في الثلاجه، داكشي علاش كان عندي الفرن سخون ودخلتها واحد شويه ساعه نص. هذا 250 غرام ديال الزبده. دابا غادي ندوزو للطريقه. دابا اول حاجه تنبداو بها هي الزبده، خصنا نبداو نخدموها مع السكر. كما قلت لكم خص الزبده ديالنا تكون رطبه باش دغيا تخدم لنا. خصنا نحصلو على كريمه، ملي كيصبح الشكل ديالها كريمي على هذا الشكل غادي ندير فيها الزيت. دائما كنستمروا نخلطوا. الملحه، كيسان جوج كيسان ديال اللوز اللي كيكون مقلي مهرمش، ومن بعد كدوزوه في الزبده والسكر. تدخوني زعما الا ولفتو هاد الغريبه راه ما غاديش تسخنوا عليها، من كثر ما كتجي لذيذه بزاف غتبقاو كل مره تجربوها. ودابا غادي نزيد الروح ديال الكراميل، وغادي نزيد الخميره والدقيق، يعني كنعبرو دائما ما عندي باش ما نبالغوش. نفس ملعقه صغيره، يعني ما تكونش عامره حيت هاد المعلقه صغيره بزاف، داكشي جبت لكم نص معلقه. صافي كنبدا نزيد دقيق، خميرة، وكنبقاو كندخلو في هاد الدقيق وكن صافي. يعني ما كتحتاجش لواحد الجهد ولا واحد العجينه ولا شي حاجه، يعني اللي صعيبه دغيا دغيا كتوجد. 10 دقائق كتوجدوها. صافي بحال هكا، وحنا كندخلو فيها
الدقيق ديالنا. غادي نستمر في العجين ديالي وغادي نتلاقاو من بعد. دابا كما كتشوفوا معايا يعني انا عجنت الغريبه ديالي على هذا الشكل، يعني غير تجمع لكم صافي، ما تبقاوش تزيدوها الدقيق يعني، ولكن ما غنديروهاش رطبه بزاف يعني داك يعني انها مرخوفه بزاف، لا صافي كنديروا لها بحال هكا، كنمرمدوها في السكر كلاصي من الجهتين صافي، وكنحطها في الطاوله ديالنا، كنضغطوا عليها واحد الضغطه خفيفه من هنا من الفوق وكنستمر. اللي زوين فيها انها في الحين كتوجد، يعني في اخر لحظه تقدروا توجدوها ساليت العيد يعني في الليل ولا شي حاجه، يعني للناس اللي ما عندهمش الوقت، الناس اللي كتخدم خصوصا الموظفات وداك الشيء ما كيكونش الوقت بزاف، هذه كامل غادي يفكروا ليها في الوقت. صافي كدورها بحال هكا في السكر كلاصي مزيان، كنحطوها فهاد الوقيته كنكونوا شعلنا الفرن ديالنا على 180 درجه، وانا كندير الفلفله يعني النار راها كدور من الفوق ومن التحت بحال هاد الشكل صافي، ومن بعد غادي ندخلها الفران ونشوفها في طبق التقديم. الغريبه ديالنا كما كتشوفوا معايا هي واجده، يعني جات معها واحد الشقوقات كبيره وجميله بزاف، يعني مجمع بين المنظر وبين اللذه. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم، تردوا لي خبر في لي كومونتير ديالكم، اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، تابعني على الانستغرام باش غادي نقول لكم، باش يركم بروكا وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.